دي شقة 3 غرف مع 3 حمامات، مساحة 145 متر. عندي ده المدخل، في هنا ده مكان للدولاب كده. اجي عندي هنا ده حمام، حمام صغير، حمام ضيوف. اجي بعد كده عندي هنا ده المطبخ، مطبخ معاه فرن، بوتاجاز وشفاط. بيجي عندي بلكونة مع المطبخ. عندي هنا دي الصالة، الصالة بس على المجمع من الداخل على حمام السباحة. هاجي بعد كده نشوف الغرف. عندي دي أول غرفة، عندي هنا ده حمام يخدم غرفتين، حمام مساحته كويسة، مكان لغسالة الملابس. هاجي بعد كده دي الغرفة التانية، دي الغرفة الماستر. بيجي عندي هنا ده حمام، انتوا شايفين. بيجي معاها بلكونة، دي مساحة الغرفة. بص على المجمع من الداخل، دي مساحة البلكونة.